في الشتاء والجو البارد ده محتاجين حاجة تدفينا، وطبعا مفيش حاجة هتدفي قد شوربة العدس، بس النهاردة بقى هنعملها بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا عارفينها، شوربة عدس على الطريقة الهندية. يلا نشوف ازاي. في حلة على النار هنحط العدس، هنحط كوبايتين مية على العدس ونسيبه يغلي، وبعد ما العدس الأصفر سيبناه يغلي هنضيف العدس الأسمر وهنسيبهم مع بعض لحد ما يستوي. في طاسة على النار هنحط معلقتين سمنة، معلقة كمون حبوب، معلقة كزبرة صحيحة، بصلاية مفرومة، رشة ملح، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، فلفل حامي متقطع صغير، معلقة بهار مصالة، معلقة كركم، رشة شطة، معلقتين كزبرة خضرة مفرومة، ونقلب. دلوقتي هننزل التقلية في العدس ونسيبهم يستووا مع بعض. هنملح الشوربة بعد ما استوت وهنحط معلقة من البصل المتحمر معاه ونقلب، وكده هي جاهزة للتقديم. وآخر حاجة عصرة ليمون. وبعد ما غرفنا الشوربة هنحط بصل محمر على الوش وشوية كزبرة خضراء. ودي الشوربة بتاعتنا بعد ما خلصت. طبق واحد منها هيدفينا جدا في البرد ده. يلا قوموا جربوها هتعجبكم قوي. ألف هنا وشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.